بتلاحظوا انه ما معي كاس الليله، فحبيت انه النتيجه مش انا اعطيها الورقه، كنت كاتب عليها اول الشعر تبع الاستاذ جورج جرداق رح احطها بجيبتي. النتيجه والكاس اسندتهم الى ضيفتنا صوفيا صادق يلي هي مع ورقه رح تقراها وتقلكن مين الرابحه ومين صاحبه الكاس يلي رح تتقدم وتاخده من عند صوفيا. تفضلي نشوفها. ريا المرتبة الأولى جائزة الجمهور رقم 4. مبروك. مش في الدنيا غرام.
وهي غلطة ومش حد عود ولا من الشوق موجود وحريم إليك موجود وهي غلطة ومش حد عود ولا من الشوق موجود وحريم إليك موجود إنما للصبر للصبر حدود يا حبيبي. مبروك لنجوى كيوان.